هاي. الإشارة الضوئية موجودة لتنظيم حركة السير بشكل آمن. تركبت أول إشارة ضوئية بتاريخ 10 ديسمبر 1868 خارج البرلمان البريطاني بلندن. كانت هالإشارة من تصميم مهندس السكك الحديدية جون بيك نايت، وما كانت تشتغل بطريقة أوتوماتيكية، كان يتحكم فيها شرطة مرور كل الوقت. إشارة المرور بشكلها القريب للشكل الحالي بدأت بأمريكا بولاية يوتا سنة 1912. بتنص المعايير العالمية على أنه يكون اللون الأحمر بأعلى الإشارة، بعده اللون الأصفر والأخضر بالأسفل. إشارات ضوئية بتنقذ حياة حوالي 11,000 شخص سنوياً، وتذكروا دايماً أنه على الإشارة الصفراء لازم تخففوا السرعة وتتوقفوا قبل ما تصير الإشارة الحمراء. مين قال أنه SGBL بلش حملة توعية على قانون السير دعماً للسلام العامة؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.